بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحمد الله عز وجل بدءا وأخيرا أن عاد إلينا دفء المساجد، الحمد لله عز وجل. وثم بدءا وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يعجل إن شاء الله بالفرج، حتى يعم الخير وحتى يعم الافتتاح إن شاء الله عز وجل سائر مساجد المملكة. نعم، هذه كاينه امور، كاينه مجموعه من الامور الوقائيه والاحترازيه من اجل سلامه المصلين ومن اجل سلامه المواطنين جميعا. من جهه اولى، ضروري على المصلي انه يجيب معه السجاده ديالو، ثم كذلك ارتداء الكمامه، ثم الامر الثالث وهو الكيس ديال الحذاء. هذه ثلاثه الامور ضروري تكون متوفره في المصلي. يعني الانسان اللي جاي للمسجد خاص ضروري تكون عنده واحد الثقافه ديال انه يجيب معاه الكمامه ديالو، ثم انه يجيب معاه السجاده ديالو، ثم انه يحضر معاه الكيس اللي يدير فيه الحذاء ديالو. هذا الامور الاحترازيه خارج المسجد. داخل المسجد كاين تباعد، يعني كل مصلي ومصلي بيناتهم واحد المتر ونصف، وحتى شي واحد ما يكون وراء الاخر. هذه كلها امور تدخل هي امور شرعيه، امور من اجل ان يحافظ الانسان على نفسه من المرض ومن كل سوء ومن كل مكروه. هذا هو الاساس وهذا هو الغرض. هذا قرار ديال الوزاره، وقرار الوزاره المختصه بلاغ الذي اصدرته وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بان المساجد سوف تشرع في فتح ابوابها في وجوه المصلين الا يوم الجمعه. يعني ملي كنقول يوم الجمعه ماشي اليوم كامل، وانما صلاه الجمعه فقط. يعني سيفتح المسجد اثناء صلاه الصبح، ثم سيغلق الى قبيل صلاه العصر. يعني هذه امور كلها من اجل هذه امور، يعني كبدايه في الشروع لفتح مساجد المملكه كلها. واحساسي في اليوم المبارك هو احساس كل مواطن من المواطنين. يعني الحمد لله الناس يعني فقدوا الدفء ديال المسجد وفقدوا هذاك الحضن ديال المسجد، ولكن هذا لا يمنع، وخص يكون في البال ديال الناس جميعا. هذا المنع هو راه ماشي منع، هم لم يمنعوا من بيوت الله، وانما وقايه انهم باش ما يتصابوش وباش ما تنتقلش العدوى من شخص لاخر، دار هذا الاجراء هذا لاغلاق المساجد، فهمتيني. ثم الفرحه يرى عارمه، فرح عالم الإنسان يعود إلى بيت الله عز وجل، رغم أن الأجر كان يكتب لنا ونحن نصلي في بيوتنا، لأن المانع ضروري وفوق طاقة الجميع. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه، وأن يديم علينا إن شاء الله عز وجل الأمن والسلام والإسلام في هذا البلد المبارك، بقيادة جليلة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الذي يسعى لخلق الأجواء التي يرتاح فيها المواطنون. نسأل الله عز وجل أن يعم الأمن الداخلي والراحة والطمأنينة داخل بيوت الله عز وجل وعلى سائر الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله عز وجل.